السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة عن تفسير رؤية البرتقال. تفسير رؤية البرتقال في المنام يشير إلى الآيات القرآن الكريم، وإن رأى الرائي أن البرتقال في يديه فإنه يحفظ القرآن الكريم. وكذلك البرتقال يدل على العائلة الكريمة ويدل على الخير إذا كان في مواعيد البرتقال وموسم البرتقال. أما إذا كان في غير مواعيده فهو فشل. اللهم أعوذ من الفشل، أعوذ بالله من الفشل. تفسير رؤية البرتقال بيعني للخير والبركة لموسمه، في موسمه، فرؤية البرتقال في موسمه فهو بيدل على الخير على الخير والأمان للعائلة، وهو في الأمان، وهو أمان للعائلة إذا كان في موسم البرتقال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم الخير جميعا، والله أعلى وأعلم.